السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا. فيديو جديد، فيديو كنت مواعدكم به وتعطلت، ولكن تعطلت لسبب. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيه الوصفات اللي جربت لشعري واللي نقدات لشعري صراحة، لان وصل لواحد الدرجة ديال التساقط كبيرة بزاف. يعني شعري قراعيز 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 فعلا، بدات يطيح لي شعري بزاف. يعني انا من النوع اللي زعما ما مهتماش بالشعر بزاف صراحه، يعني حديت تنغسلو، تنشوف نوعيه الشامبو اللي تتوال مني، الكونديشنر ديالو، شي ماسكات شي مرات، ولكن زعما كاينه شي عنايه ولا شي روتين العنايه، ما تنشري لي برودوي ولكن ما تنداومش عليها، زعما مخليه راه الشعر عادي وصافي، تنغسل صافي. ولكن مع المده مؤخرا ولات يطيح لي شعري بزاف. بقيت نشري الزيوت، تنشري الزيوت، تنجيب من المغرب انواع كثيره ديال الزيوت، واخا زعما تنستخدم ديك الزيوت وداك الشيء ما وقفاتليش تساقط الشعر، الا بقى غادي وتزيد تزيد، توصل لواحد الحد اللي قلت لا، لازم نفهم زعما كاينه شنو واقع ونعرف على الشعر تيطيح، وفي نفس الوقت نشوف وصفات اللي تكون مزيانه. والحمد لله الوصفات اللي جربت واعتمدتها صراحه لقيت عليها النتيجه، وقف لي تساقط الشعر اللي تنعرف بزاف النساء تيعانيو منه. ولكن تعطلت ندير الفيديو لان كاين واحد المكون رئيسي في اغلب الوصفات اللي انا استخدمت، داك المكون ما كانش عندي، كانت سلالي درت به اخر مره، وبقيت تنتسنى حتى جاني من المغرب. علاش؟ ما بغيتش نكذب عليكم اولا نصور لكم الوصفه وتكون ناقصه داك المكون. يعني ممكن نصور الوصفه ونقول لكم راه زوينه وراه ناجحه، وداك المكون راه ما غتديو ما تجيبو فيه، ولكن زعما لي الامانه ما خصني نعطيكم الحاجه، نعطيكم فعلا داك الشيء كيف ما انايا جربته. فهذا اللي عطلني، وعاد مؤخرا وصلني من المغرب المكون اللي هو ورق الصدر اللي غزال الشعر واللي كان مكون رئيسي في بزاف ديال الوصفات، وهو اللي تسنيته دابا. حيتشا ان شاء الله عاد غادي نصور لكم الوصفات، ديجا مازالين عندي قربوا يتسالوا، نعاود نصورهم معكم في التحضير باش تستافدوا منهم. بالنسبه للشعر اون جينيرال البنات، يعني الدره من العوامل الكبيره اللي تتخلي الشعر يطيح بزاف هو الدره. كاين عامل اخر اللي هو نقص في الفيتامين دي، واللي هذا عندي انا فاش مشيت درت تشيك اب السنوي ديالي، لقيت فعلا عندي نقص في الفيتامين دي، فتنشر خرجت بواحد الحبوب تنشربهم اسبوعيا اللي هما ديال الفيتامين دي. وتنعتقد اغلب بزاف الناس هنا تنسمعهم فاش تمشيو ديروا التحليلات تلقاو عندهم هذه مشكله الفيتامين دي. فاول حاجه الحبوب الفيتامين دي مزيانه، وحتى هي تساعد انها تقلل من تساقط الشعر. ثاني حاجه من الاسباب اللي ديال تساقط الشعر واللي ما كنتش عارفاها وكنت جاهله بها هي الزيوت. يعني انا كنت يسحبني الزيوت، راه مزيانه للشعر، راه تتغذي، راه هادي عرفتي، ديما تندوش نغسل تندهل شعري بالزيت وصافي وتنخليه فيه. من بعد فاش بحثت لقيت انه اكبر غلط هو ان نديرو الزيت لشعرنا ونخليوه، لان الزيت في حد ذاته خصو يدار بحال قناع. يعني الزيت يدار في الشعر ولكن يبقى واحد الساعه ساعتين كابعد تقدير ويتغسل، ما يبقاش في الشعر. فاش تيبقى في الشعر فتيولي تيسد المسام، ما تيخليش الشلده ديال الشعر تنفس. ايضا الزيت تيهبط للاطراف ديال الزغبه وتيتقلها، ومن تتقل الزغبه فاوتوماتيكمون تطيح من الجدر، تتقطع وتطيح، لان تيغلب هذاك الثقل اللي تيتقلها الزيت. فالمهم عنده بزاف ديال الاضرار انه يبقى في الشعر، وهذا غلط كنت تنديرو. يعني من ديما تندهن شعري، ماشي تندهنو بزاف، ولكن المهم ضروري تنخرج من الدوش تندهن شعري بالزيت ولا بشي سيروم مزيت، لا. فمني بحثت لقيت ان لا، خص الشعر يتدهن بشي كريم. كاين كريمات ديال الشعر، كاين بزاف ديال الكريمات اللي تكون على شكل كريم ماشي على شكل زيوت. وايضا جيل الالوفيرا حتى هو زوين هكا كيتدهن الشعر، جيل الالوفيرا. فهذه نقطه ما كنتش عارفها صراحه، كنت ندهن شعري الزيت. واصلا التغذيه حتى هي تتاثر، يعني تيكون سوء ديال التغذيه، ما تناكلوش حاجات ممكن اللي فيها فيتامينات. المهم صراحه الاسباب كثيره ديال تساقط الشعر، ناهيك عن الموضوع ديال الولاده والرضاعه وداك الشيء حتى تتاثر على الشعر. فالمهم باش ما نطولش عليكم، الاسباب كثيره، ولكن الحمد لله الشعر ديالي توقف عن التساقط. من النمو شويه طؤسات شويه، يعني
باش زاد النورم ديالو، يعني زاد الزياده اللي نورمالمون حتى بلا وصفات راه كان غادي يزيدها. ولكن ما نقولكمش طوال الشعر شي طول ولا شي حاجه، وانما انا استخدمت الوصفات على اساس التساقط. فعلا التساقط وقف، يعني حسيت بالفرق كبير. يعني انا شعري راه كنت نبقى جالسه هكا بلا دوش بلا والو، غير هكا نجر يدي تيهبط الشعر هكا في يدي. دابا لا، دابا ما تنبقى نشد شعري هكايا ولا ندير له هكا بيدي، ما يهبطليش الشعر في يدي. ولا دوشت يطيحوا شي شعيرات، يعني ماشي بديك الكميه، راه كان تيطيح لي هكايا كلكومه ديال الشعر في كل تدويشه. فالمهم حسيت بالفرق، وراكم عارفين. المهم انا قناتي راه ما ديال الوصفات، ما ديال والو، ما عنديش فائده باش نكذب عليكم. يعني انا تنشارككم فعلا التجربه ديالي بكل امانه، وغنشارككم الوصفات اللي فعلا داومت عليهم هذه المده كامله. غادي ندوزو مباشره نبداو تحضير الوصفات ديال تساقط الشعر. ونبداو البنات باول وصفه صراحه اللي حسيت بالمفعول ديالها، واللي وقفت لي تساقط الشعر وغزاله عجبتني. واكثر حاجه عجبتني فيها ان الريحه ديالها تتخلي ريحه زوينه في الشعر، يعني ما تضر ما والو. وعجبتني ان واخا نعكس ندير ماسك ولا تعكس دير وصفه، فتتلقى راسك تديرها بلا 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 ما تشعر، لانها في الشامبو. هذه الوصفه هذه تنديروها في الشامبوان ديالنا، فتنبقاو تنغسلو بها كل نهار فوق ما ندوشو تنغسلو بها. يعني وصفه دائمه ما تنحتاجوش، لان تعرفوا الماسكات وهذه بعض المرات تنعكزو عليهم. مي فاش تنديروها في الشامبوان فتبقاو مستمره ما تنوقفوهاش. هاد الوصفه تنحتاجو ليها شامبوان، اي شامبوان تستخدمو. انا تنستخدم هذا ديال لوريال باري اللي هو السيف، او على حسب كل بلاد شنو سميتها. فحنا عندنا سميتو ايفر كريم، فهذا سون سولفات. ديما حاولوا تشوفوا الشامبوانات لي سون سولفات واستخدموهم. المهم اي نوع ديال الشامبوان تيمشي مع هاد الوصفه. بالنسبه للاعشاب اللي غادي نديرو في الوصفه، عندي هنايا ازير اللي هو اكليل الجبال او لا روزميري. ازير تعرفوا حتى هو الفوائد ديالو بزاف للشعر والفروه ديال الشعر. وعندي هنا ورق الصدر، ورق الصدر اللي حتى هو تيطول الشعر، تيخلف، يعني عنده بزاف ديال المنافع. يعني انا قاعد الوصفات تقريبا اللي استخدمت فيهم ورق الصدر، وهذا ورق الصدر كي قلت لكم هو اللي عطلت عليه هذا الفيديو، لان كنت سال عليه وصراحه ما لقيتوش هنا، بقيت تنستعينو تجاني من المغرب. عندي هنايا عود النوار، وعندي هنا الخزامه. هادو ضروريين، ولكن الخزامه ممكن تستغناو عليها. انا تزايداها هي حتى هي مفيده، وفي نفس الوقت الريحه ديالها زوينه. بغيتو تستغناو على الخزامه استغناو عليها. القرفه ايضا، القرفه تتنشط الفروات الشعر وتتحفزها باش يكون نمو للشعر جديد، يعني الخلفه تتطلع مزيان. وعندي هنايا سكينجبير، حتى سكينجبير مزيان لجلده الشعر حتى هو تيطلع الخلف. هذا عندي هنا فريش. بغيتو ديرو سكينجبير باودر ممكن ديروه باودر، عندكم فريش ديروه فريش. فصافي هذه هي المكونات. غادي ندوزو لاول مرحله، غادي نطحنوا المكونات اللي حبوب. فانا على حسب غادي ندير القرعه ديال الشامبوان كامله، مازال جديده، فغادي ندير هكا واحد قيمه معلقه كبيره من كل حاجه. كنتو غديروا غير شويه شامبوان فغديروا نص الكميه. ندير معلقه ونص من الصدر لانه هو مهم بزاف صراحه. حتى القرنفل، القرنفل يعني غير الماء ديالو تغليوه وتشللوا به شعركم، مور ما تغسلوا شعركم وتكملوا تشللوه بالماء القرنفل، غزال تساقط الشعر. فهذه هي المكونات كامله. غادي نحاول دابا نطحنها مزيان مزيان. صافي البنات، ها هي البودره اللي عطاني هنا، راه غربلتها من بعد ما طحنتها، دوزتها في الغربله هكا باش تبقى رقيقه. وممكن تخلطوها، كاين اللي تخلطها مع شامبوان وعادي يصفيها، انا تنخلطها وتنخليها. وفاش تغسلوا شعركم شللوه مزيان مزيان، راه ما تيبقى فيه صراحه حتى شي حاجه. صافي دابا غادي نزيد عليها شامبوان ديالي.
تتخلي الشريحه اللي خايبه في الشعر وريحتها زويونه كيشتو فيها غير الاعشاب صافي. تتولفوها تتبقاو تغسلو بشامبوان عادي كانكم تتغسلو كما مالفين، ما تحسوش راكم تديرو شي وسطه ولا شي حاجه. صافي دابا غادي نزيد القرفه، واحد معلقه كبيره ديال القرفه، ونزيد الكنشفر. صافي وهنا خصنا نخلطو مزيان شامبوان مع كاع هاد المكونات. وصافي البنات ها هو واجد الشامبوان ديالنا، خلطتو مزيان 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 ودرتوه في هاد الكاس باش يعطيني الطوع في الكوبان. الا بغيتو ما تخلطوش بيديكم بزاف ولا بغيتو تختصروا الوقت ممكن ديروه في مولينكس وطحنوا. انا قلت صافي نخلطو بيدي بغي ما نجبد مولينكس كامله نطحن فيها. فالمهم نتوما الا بغيتو تزربو فيه ديروه في مولينكس وخلطوه مزيان في مولينكس. وكيف قلت عينكم ميزانكم، بالكم شامبوان ثقيله تزيدوا واحد شويه الماء تتلقاو القوام اللي بغيتو صافي. وتترجعوه للقرعه ديالكم الشامبوان اولا اي قرعه، غير ضروري تكون هكا ماشي ترونسبارون باش ما تدخلوش الضو، لان خصو يبقى في الظل واحد 15 يوم عاد تيوجد. صافي غادي ندير انايا نص الكميه هنا. صافي يا عمرت هادي شو هادي يعطيني كميه كبيره، غادي نعاود نعمر هادي. مازال فايت شويه، يمكن هاد الشويه اللي بقى غنديرو في شي قريعه ترافل سايز ونخليه للاصال وصافي. فالمهم غادي نعمر القريعات ديالي، وكيف قلت غادي نخزنوه نحطوه في شي تحت لافابو في الحمام ولا في شي بلاصه هكا متيوصلها شطو، وغادي نخليوه مده واحد اسبوع حتى ل 15 يوم ممكن حتى اسبوع بركه. ثم غنبداو نستخدموه عادي بحال الشامبوان العادي، نغسلو به شعرنا نشللوه مزيان، موراه نديرو شويه ديال ديميلور اولا الكونديشنر، لان شويه داك ورق الصدر شويه تيبدا تينشف الزغبه، ولكن المفعول ديالو البنات سحري. يعني من اول غسله ولا جوج غسلات حسيت انا بالفرق، يعني داك الشعر اللي كنت تنغسل راه كان فاش تندخل نغسل شعري بلا مشطه بلا والو، بيدي تنشد في شعري تيهبط بزاف. يعني دابا وليت نغسل ماشي نقول لكم حتى زغبه ما بقات تطيح، ما غاديش نكذب، ولكن ماشي ديك الكميه ديال الشعر اللي كانت تيتساقط. يعني دابا تنغسل تيطيحوا شويه ديال الشعر عادي، يعني ماشي ديك الكميه اللي كان شعري كله تيهبط. فصراحه انا راه درت القرعه الاولى وراه ساليتها عاد باش طورت هذا الفيديو، يعني راه دابا تقريبا راه شي شهرين وانا تنجربو صراحه غزال. يعني هذا من مور رمضان بديت هذه التجربه، يعني تنعطيكم شي حاجه اللي مجرباها ومتاكده منها وما فيها حتى شي اضرار جانبيه، كيشتو فيها غير مواد طبيعيه. بغيت نقول لكم هنا واحد الفكره اخرى بالنسبه للشامبوان، الا عكستو ديروا هاد الوصفه كامله اولا ما عندكمش شي تساقط كثير، فيكفي انكم تجيبوا الشامبوان ديالكم ورميوه في القرعه الشامبوان هكا حبيبات من عود القرنفل غزال البنات للشعر، رميوهم هكا صحاح هي في القرعه الشامبوان وخليهم راه تيطلقوا المفعول ديالهم وبقاو تستخدموه عادي. وانما الا بغيتوا شي نتيجه هي هاد الوصفه راها بيرفكت. واخر حاجه البنات من يوجد شامبوان وياخذ ديك المده ديالو باش المواد تتفاعل مزيان، ملي تبغيو تستعدموه ضروري ما تمخطوه مزيان مزيان، يعني في كل استخدام قبل ما تستعملوه تتحركوه مزيان باش تيمتزج كاع المكونات وعاد تغسلوا به شعركم بالشكل العادي. والوصفه المواليه البنات هي الزيت ديال التشقيقه ديال الشعر، تنشقق به شعري هكا قبل الحمام ليا ولبنتي، تنشقق شعري وتنخليوه واحد ساعه ونص ساعتين الماكسيموم ويتغسل، يعني ما خصوش يبقى بزاف لان الزيت فاش تيبقى في الشعر تيضرو اكثر ما تينفع. المهم عندي هنايا هاد القريعه درت فيها القرنفل، عود القرنفل، القرنفل في اي حاجه رميوه ما تخسروا عليه حتى شي حاجه. فانا دايره عود القرنفل، وعندي هنايا واحد خمسه ديال الطريسات ديال الثومه مقشرين، وعندي حبه ديال الفلفله خضراء مقطعه.
فلفله خضراء حلوه. هاد الوصفه راه معروفه ديال الفلفله الخضراء، راه الفوائد ديالها البنات حتى هي غزاله، وفعلا تتوقف التساقط وتيبان النتيجه ديالها. تتبدا تطول الشعر، ولكن ماشي غادي نقول لكم شي طولين، ما ندير لكمش انا بحال اللي يدخلوا طالقين شعرهم وما اصلا شعرهم زوين وطويل، وتتقول لك والله العظيم هاد الوصفه. يعني هي صراحه تساقط الشعر قل بزاف، مازال ما نعادم 100%، والطول شويه حسيت بشي زياده غير شويه، ولكن ماشي زعما شي طول خيالي باش نقول لكم الصراحه. فالمهم الفلفله خضراء انا صراحه الطول ما عنديش فيه الغرض، لان تيطوال اصلا وتنرجع انا نقطعو، كان عندي المشكل هو ديال التساقط. صافي تندير هاد الفليفله الخضراء وتنزيد عليهم زيت الزيتون. انا ما تنديرش بزاف، تنبغي ندير الكميه اللي غادي نستخدمها واحد الشهر كاع، يعني غادي الا استخدمتها مره في الاسبوع اولا جوج مرات، يعني دوز لي واحد الشهر وغندير قريعه اخرى باش ما تبقاش شوف تبقاش عندي فتره طويله نبقى ديما نجددها. صافي فهذه هي الكميه اللي غادي ندير ديال الزيت. هاد القريعه تنغطيوها، غادي نغلفها بالبابي الومنيوم على حساب الشعه ديال الشمس، وغنديرها في شي بلايصه مظلله، وغادي نخليها تقريبا واحد المده ديال اسبوع اولا اسبوع مزيان، ثم تتبداو تشققوا بها شعركم. انايا فاش درتها صراحه درتها في الثلاجه، علاش؟ لان الجو سخون بزاف، واخا في ديك الفلفله تخسر لي، فالا بغيتو تكونوا مامنين انها ما غاديش تخسر اولا دير شي ريحه، ديروها البنات في الثلاجه. انا صراحه درتها في الثلاجه وخليتها حتى وجدات، فاش وجدات صفيتها من الثومه ومن الفلفله، وخليت هي زويتها في واحد القريعه راها عندي الفوق، وديك الزيت هي اللي بقيت تنشقق بها. يعني صافي، لان فاش تتبقى واحد الاسبوع 15 يوم كاع دوك الفوائد اللي بغيناهم من الثومه ومن الفلفله تيكونوا طلقوا في الزيت، فما تنبقاوش مازال محتاجين لهم. فهذه هي الوصفه الزيت اللي تنشقق بها شعري، واللي حتى هي لقيت عليها نتيجه مرضيه. والوصفه المواليه البنات هي الوصفه ديال البخاخ، حتى هي غزاله منعشه. يعني دابا مع الصيف هذا البخاخ تيجي غزال، تديروا فيه هذا المحلول كل ما غسلتوا شعركم يكون مازال فازق اولا يبدا ينشف شويه، تترشوه مزيان بهذا البخاخ في الجدوره. انا حيت الصيف فوق ما ندور نحس براسي في الصاد، تمشي قدام المرايه وتنرش شعري مزيان، نرشو منها تنستافد ومنها تيبرد لي راسي. فمنعش وزوين هذا البخاخ، وتا هو ساهل وتا هو غزال الشعر والتساقط الشعر وتيثبت الزغبه. هذا غنستعمل فيه نفس الاعشاب اللي استخدمناها في الشامبوان، فغادي نستخدمو ازير، واحد شويه ديال ازير، ورق الصدر طبيعة الحال هو في كاع الوصفات، وعندي الخزامة، وغندير شويه ديال عود النوار. هاد المكونات هادي تنكبو عليها الماء مغلي مزيان، صافي، وتنغطيها وتنخليها تتطلق مزيان حتى تتبرد. ما تغليوهاش البنات، لان هاد الاعشاب هادي كلها فاش تتغلى تتبدا تفقد بزاف من الفوائد اللي فيها، فهادو فقط غادي نخليوهم في هاد الماء غليان مزيان بالحق حتى يطلقوا ويبردوا، عاد نصفيوهم ونديروهم في البخاخ ديالنا. وصافي البنات، ها هو داك الماء صافي طلقوا فيه دوك العشوب، غادي نصفيوها هكا مزيان، وغادي نديروه في البخاخ. يعني الحجم اللي بغيتو، انا عندي كذا بخاخ، وكيف قلت تنخليوه هكا محطوط كل مره في اي وقت، مور الدوش بلا دوش يكون الشعر ناشف، كل مره هكا نرشوه اوه فاض. يلا من الخير تنرشوه هكايا، تنرشو الشعر ديالنا تنرشوه مزيان وتندخلوه لداخل، وتنخليوه راه تيعاود ينشف. فهذا حتى هو غزاله البنات، هذا البخاخ ليكم والوليدات ديالكم بطبيعه الحال. ودابا البنات وصلنا لاخر وصفه اللي هي
قيناع كي شفتو مشيت معاكم بالتدريج، يعني عندنا شامبوان ثم عندنا بخاخ ثم عندنا زيت التشقاق ديال الشعر وهذا ماسك ديال الشعر، حتى هذا غزال البنات، غزال 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 التساقط الشعر والتطوال الشعر تيبدا يطول شويه، لانني انا هذا تنديرو الجانا، فجانا بحالي من النوع اللي شعرها خفيف ولكن شعرها حسيت به بدات يعطي النتيجه الحمد لله. فعندي هنا كاس ديال دانون مسوس، وعندي هنايا ورق الصدر اللي في كاع الوصفات كي شفتو كاين، لان ورق الصدر غزال للشعر، فعندي هنا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال ورق الصدر مطحون، يعني هنا طحنته هكايا رطب. وعندي هنايا واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي بيضه، وعندي هنا واحد شويه ديال زيت الكوكونات اولا زيت جوز الهند، هذا كان عندي مازال هنا في هذه القرعه، فقلت ندخلو في الوصفه الا ما عندكم بلا ما تصدعوا راسكم معاه، راه ماشي ضروري. وغزال حتى هو مهم، كان عندي منيت هاد شويه قلت نحيدو. فكي شفتو درت زيت جوز الهند، نص كاس ديال زيت الزيتون، ورق الصدر، وغنزيد بيضه. المواد كلها غزاله للشعر، لا دانون مسوس، تعرفوا دانون مسوس تيغدي صعوبات الشعر بزاف بزاف بزاف، يعني مغذي واصلا ملين. والبيض وكذلك حتى هو مغذي وحتى هو ملين، وتيدير واحد الحمايه للصعوبه ديال الشعر وتيعطيها واحد اللمعان، حتى دائما ملي تتغسلوا شعركم تيخرج فيه واحد اللمعه تتبان النتيجه من اول استخدام. فصافي هذا تيتخلط هكا مزيان، ثم تيتخدم على الشعر بحال ماسك، غير هو فاش تخدموه بقاو تتجبدوه بحال تديروا الترطيبه اولا ولا تديروا الكيراتين، يعني تبقاو نتوما تدهنوه على الماشات ديالكم ونتوما تخدموهم تتجبدوهم. صافي البنات هنا بغيت غير نوريكم كيفاش تتجبد، بديت نصاوب الجنه هي الاولى عاد ندوز لراسي، بطبيعه الحال هو هذا تيجي بحال هكا ماسك. شو تحطوه هكا على الشعر، ومني تحطوه بقاو تتجبدوه هكا بحال الشكل اللي تيديروا الترطيبه باش تيجبد الصعبه. نديرو كميه مزيانه من القيناع، بارده جانا بارد صافي، وتيتخدم هكا وتيمشي زغبه بزغبه، تنكملوا الشعر كامل وتنغطيوه مزيان، غطيوه بالبلاستيك اولا بالسلوفان اولا الى عندكم داك البوني ديال لي ماسك اللي كيكون حتى هو البلاستيك، وغادي تخليوه المده ديال واحد ساعتين هكا، يعني خليوه هكا صباح على ما تكملوا شغلكم وكلشي، وعادي تغسل. مالو برد ها هو غيسخن وصافي. هذه هي الطريقه البنات، واخر حاجه البنات غنشاركها معكم هي الكريمات اللي قلت لكم تعوضوا بها الزيوت دائما، مور الدوش مور اي حاجه تبغوا تدهنوا شعركم سواء فازق او لا ناشف تستخدموها، وهذه اللي اعتمدتها، فهذه تنستخدمها، هذه واعره بشيا باتر فنه، هذه كريم تا هو ديال الشعر، هذا خديته من وول مارك، المهم هذه الماركه راها من افريقيا سميتها افريكان برايد، ولكن ما معروفاش زعما بزاف، ولكن غزاله هذه تجربوها غادي تعجبكم، نوريكم الشكل ديالها. فهي هذه تديروها على الشعر فازق مغذيه بزاف، غادي تقراو شحال فيها خلاص شيا باتر اولا زبده الشيا راها معروفه بالفوائد ديالها، وهذه زوينه هذه الشيا ميراكل هذه المعجزه ديالها، ففعلا زويونه زويونه عجبتني وتتخلي الشعر طبيعي.
يعني ما طبيعه الحال هادو راه ماشي جل، راه ما تتفيكسي الشعر ما والو. وكاينه هذه ديال غارنيي، هذه غارني فريكتور سادير ديتها الجان، هذه تنديرها الجان لشعرها، حتى هي زوينه هذه بالكوكونات او لا بجوز الهند، زوينه حتى هي باتر كريم، حتى هي كريمه واعره للشعر هكايا. تغدوش نديرها لان هادو كلهم ليف ان، يعني دوشو وديروهم تخليهم ما تيتشللو ما والو ما تيتغسلوش. هذه غزاله 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 غزاله، هذه فيها الجليسيرين وفيها الكوكونات اويل، ولكن هي كريمه ماشي زيت. هذه زوينه. وكاينه هذه ديال بونتين، هذه تنديرها بالليل قبل ما ننعس، هذه زوينه، هذه ريبير يعني تتحيد كاع الدامج اللي في الشعر، كاع الاضرار يعني الشعر المتضرر، بحال تريتمون تديروها في الليل، هي اوفر نايت الاستخدام ديالها، اوفر نايت تديريها وتنعسي، ففي الليل تدير الخدمه ديالها وتتغدي الشعر من كاع الاضرار اللي فيه. هذه ديال بونتين، فهادو هما اللي تنستخدم دابا. وكي قلت كاينه الجل ديال الالوفيرا اللي دابا راه تسالالي، وبعض المرات تندير الالوفيرا الطبيعي، يعني تنشري غير الالوفيرا نيت وتنحلها، وداك الجل الطبيعي اللي فيها تنديرو في شي قريعه وتندهن به، فتا هو مغذي بزاف 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 البنات. انا عارفه ان بزاف البنات يكونوا بحالي تيديروا الزيوت وما عارفينش ان الزيوت هي اللي تزيد تعوص المشكل، فاستخدموا هذه الكريمات وردوا عليا الخبر. وصافي البنات، هادو هما الوصفات، نتمنى تجربوهم، ما تعكسوش عليهم البنات، تشجعوا ونوضوا جربوهم، راه والله العظيم الا عندهم النتيجه، خصوصا البنات اللي بحالي تعانيوا بزاف من تساقط الشعر، فلازم ديروا حل، ما يمكنش بقاو جالسين. يعني انا بقيت جالسه مده طويله غير جالسه وشعري تيطيح، وكنقول لهم هادشي شعري تيطيح، قررت نقرع، ولكن ما تنقلبش على الحل. حتى واحد اللحظه وانا قلت ويلي شعري راه غادي يتسالى، راه خصني ضروري ندير شي وصفات. فالمهم درت الوصفات وداومت عليهم، ونتمنى نبقى مداومه عليهم لان صراحه تجي العكزة مرة مرة. فالمهم ما تعكزوش البنات، ونوضوا ديروا هاد الوصفات لشعركم الا كان تيطيح، وغادي تلقاو النتيجة المزيانة. نتمنى الفيديو يكون مفيد، نتمنى تجربتي تكون فاتكم في بزاف ديال النقاط. تلقاو فيديوهات مقبلة، والى ذلك الحين نقول لكم احبكم في الله، محاليكم، باي باي.